كنحتفلوا باعطاء الانطلاق لسادس دار المقاول في المغرب، واللي كنطمحوا من خلاله اعطاء واحد الدفعه للنسيج المقاولاتي المحلي. الخدمه الجديده اللي كنعطوا لها الانطلاق هذا اليوم بهذه المناسبه السعيده ديال افتتاح مركز دار المقاول ديال الرباط، فهي خدمه برنامج الدعم انشاء المقاوله، واللي كنطمحوا من خلاله اننا نساعدوا الشباب خاصه باش ينشئوا المقاولات ديالهم وينجحوا المشاريع ديالهم، وبهذه الطريقه كنحاولوا نساهموا في امتصاص البطاله في المغرب. هذا البرنامج فهو كيرتكز على المواكبه الفعليه الميدانيه قبل لإنشاء مقاولة، عند إنشاء المقاولة وبعد إنشاء هذه المقاولة، وكينقسم لأربع مراحل. المرحلة الأولى هو التكوين اليومي باش نساعدوا هذا المقاول أنه توضح الفكرة في راسه ويعرف المشروع ديالو ويعرف بالضبط المقاولة اللي غادي ينشأها وتوضح الأمور عنده في دماغه، وتلقينه كذلك واحد التقنيات الأولى ديال المبادئ ديال تسيير المقاولة. من بعد المرحلة الثانية فكتكون لقاءات مشخصة ديال كل حامل المشروع على حدة، وكيتم في هذه المرحلة وضع نموذج الأعمال اللي هو البيزنس موديل، دراسة السوق، مخطط الأعمال يعني البيزنس بلون، وكنمشيو معاه لحد اختيار الصيغة القانونية ديال المقاولة ديالو. المرحلة الثالثة فهو الإنشاء الفعلي ديال المقاولة، يعني جمع الوثائق، تكوين الملف الى غير ذلك حتى تتم الانشاء الفعلي ديال المقاوله. المرحله الرابعه وهي المهمه هي مرحله ما بعد الانشاء، وهنا كتتم المرافقه ديال حامل المشروع المده ديال الطويله اللي كتستمر عده اشهر على حسب كل مشروع، باش يمكن مساعده المقاول يتجاوز العقبات اللي كتعيق المقاولات في السنين الاولى ديالها ديال الافتتاح ديالها. لاننا كنعرفوا كاملين بان واحد العدد كبير ديال المقاولات كتغلق الابواب ديالها من بعد واحد عامين ثلاث سنين ديال العمل ما كتستمرش. يعني الهدف ديالنا هو نعطيو اكثر حظوظ لهذه المقاولات باش تستمر وتنجح في العمل ديالها، وذلك بالمساعده ديالها في ايجاد اسواق، المساعده ديالها كذلك في ربط علاقات، تواصل مع شركاء محتملين، مساعده ربما في التمويل الى غير ذلك. وهذا البرنامج ان شاء الله غادي نحاولوا نعموه في جميع مراكز دار المقاول في المغرب.